تسال عن مساله السعي الى الرزق يعني تقول هل الانسان يقطع الامل مثلا ام شيء من هذا القبيل؟ يا مريم من راس الخيمه انا اجبت على هذا السؤال في جوابي على السؤال الاول او على هذه الفكره اللي ذكرتيها. الانسان ما يقطع الامل بالله يحسن الظن بالله وما من عبد احسن الظن بالله عز وجل الا اعطاه الله جل وعلا على قدر حسن ظنه بربه سبحانه وتعالى. لهذا بارك الله فيك الإنسان مطالب بالعمل يعني الآن الإنسان يريد الرزق يسعى وظيفة مثلا يسعى في السوق مثلا شيء من هذا القبيل شخص الآن يريد الولد حاب أن يصير عنده عيال وش يسوي يروح يتزوج تزوج بنت الحلال ويؤسس أسرة ويكون أسرة ويجي عيال شخص الآن يريد والله يكون في يعني منصب علمي كبير مثلا يعني اتكلم على الجانب التعليمي يروح يدرس يدرس البكال يسمونه البكالوريوس او الاسانس ويدرس الماجستير ويدرس الدكتوراه حتى يصير دكتور مثلا اما جالس الان يقول والله انا يا ربي اجعلني دكتور وهو ما درس ما يمكن بذل سبب ولهذا بارك الله فيك هي اسباب ومن جمله هذا الزواج اللي انا ذكرته قبل قليل الشاب الذي يرغب الاقتران بامراه وش يسوي؟ اول ما يكلم امه يقول والله انا راغب الزواج او يكلم خواته يبدون يبحثون له ويسالون مثلا ويقولون له والله بيت فلان فيه بنت طيبه وكذا يروحون يشوفونها ويسالونهم انتم راغبين تزوجونا ولا لا؟ اذا وافقوا الحمد لله يبدا عاد الخطوات النظره الشرعيه والخطوبه و و و والى اخر ذلك. كذلك الفتاه يتقدم لها شاب تقول لا اصبر أستخير الله عز وجل واستشير تستخير الله وتستشير وقد تقبل وقد ترفض. واضح؟ فلا بد الانسان ما ييأس من روح الله ولا يقنط من رحمة الله ولا يقطع الامل بالله ولا بد ان يعلم الانسان ان كل تأخيرة فيها خيرة كل تأخيرة فيما يرغب ويريد ويحب ويروم كلها خيرة بارك الله فيك